الواقع المائي حرج جدا حقيقة، والموسم المطري بالفعل لم يسجل سوى كميات متواضعة لم تتجاوز 60%، وأيضا مخزون السدود منخفض بأقل من 80 مليون متر مكعب. راح يكون في ضغط شديد علينا على تأمين مصادر المياه للمناطق، وسيكون في عجز في بعض هذه المناطق نتيجة الحصص المتواضعة. ونتأمل من إخوان المواطنين تفهم هذا الواقع، وأن تستخدم كميات المياه التي تصل للمنازل لغايات الاستخدام المنزلي فقط، وليست لغايات ري الحديقة أو غسيل السيارات أو شطف الأرصفة، والمحافظة على هذه المياه وتخزينها، وضرورة أن يكون في خزانات أرضية، لأنه في ظل الضغط الشديد سيكون وصول المياه للبيوت المرتفعة والعمارات على أسطح العمارات سيكون بنسب ليست كافية، فبالتالي لابد من وجود خزانات أرضية. احنا طلبنا 8 ملايين متر مكعب، ومن الجانب الآخر ونحن بتعرف نحصل بموجب اتفاقية السلام على حقوقنا المائية التي أقرتها اتفاقية السلام، ولكن نتيجة تراجع الموسم المطري أيضا لم نخزن كميات كافية في بحيرة طبرية هذا العام، وبالتالي كمية المياه التي خزناها قليلة، فاضطرينا إلى طلب حصة إضافية لتعويض بعض النقص، ولكن هذا الكميات التي طلبناها لن تسد جزء من العجز الذي قد يصل إلى أكثر من 15 مليون متر مكعب خلال هذا الصيف.